His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa patronized at Al Sakhir Palace today, ceremony marking the kingdom's celebrations of the National Day and His Majesty the King's accession to the throne in presence of the Royal Highnesses the Prime Minister, Prince Khalifa bin Salman Al Khalifa, and the Crown Prince, Deputy Supreme Commander, First Deputy Premier, Prince Salman bin Hamad Al Khalifa. On arrival, His Majesty was received by the BDF Commander in Chief, Field Marshal Sheikh Khalifa bin Ahmed Al Khalifa, Commander of the National Guard, His Highness Lieutenant General Sheikh Mohammed bin Isa Al Khalifa, and the Minister of the Interior, Lieutenant General Sheikh Rashid bin Abdullah Al Khalifa. كفان لا سيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدر سلام قف كفان لا استأذن جلالتكم لانصراف حرس الشرف سيد إلى الداخل دور ما تدل سر
After a recitation from the Holy Quran, His Majesty the King delivered the following speech. الكلمة السامية لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى أيده الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصحاب السمو والمعالي والسعادة، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا أن نشارككم اليوم احتفالاتنا الوطنية المجيدة بمناسبة ذكرى قيام الدولة البحرينية العريقة ككيان عربي إسلامي مستقل في عهد المؤسس أحمد الفاتح قبل حوالي 230 عام، والذكرى 16 لتولينا مقاليد حكم البلاد، وأنها لمناسبة طيبة نستذكر فيها المسيرة العطرة والإنجازات الرائدة لأجدادنا وأبائنا الكرام رحمهم الله، وأن نعرب عن تقديرنا للمواقف الوطنية النبيلة لشعب البحرين الوفي على امتداد تاريخ البلاد المعاصر التي مكنت البحرين من تخطي الكثير من الصعاب لتحظى بمكانة تليق بمستوى ما بذل من تضحيات وإسهامات، ولتستمر نهضتنا الشاملة بخطى ثابتة نحو وجهة الإصلاح والتحديث كما تمنينا لها. ونود التأكيد ونحن نحتفي بأعيادنا المجيدة على ضرورة تكاتف الجميع لحماية مكتسباتنا وإنجازاتنا والاعتزاز بما تحققه الجهود الوطنية التي تتنافس في مستويات أدائها مع المستويات العالمية، خصوصاً إذا أخذنا في الاعتبار الظروف الاستثنائية للأوضاع الاقتصادية والأمنية في العديد من دول العالم التي اجتهدت البحرين ولا تزال على أن تكون بمنأى عن تأثيراتها السلبية من خلال اتخاذ كافة الاحترازات والاحتياطات اللازمة دون إخلال بسياستنا التنموية المستدامة الهادفة للاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي وبما يحمي وينمي بيئتنا، داعين الله عز وجل في الذكرى الأولى ليوم الشهيد الذي يصادف يوم الغد أن يرحم من أكرمهم بالشهادة في سبيل وطنهم منذ التأسيس الأول إلى يومنا هذا، وأن يدخلهم فسيح جنانه فرحين بما أتاهم الله من فضله، لنجد سلواننا في تلك الهمم العالية لمن جند نفسه دون تردد تلبية لنداء الواجب مهما كانت التضحيات. الأخوة والأخوات، إن المساهمات القيمة والمتتالية لرجالات ونساء البحرين تستدعي وبكل فخر الاحتفاء بها وإبرازها بالشكل الذي يستحق، إذ تمثل هذه المساهمات ثروة لا تقدر بثمن ونبراسا للأجيال القادمة تلهمهم وتشجعهم على مواصلة درب البناء
والعطاء. ونحن إذ نحرص جرياً على عادتنا السنوية بتكريم كل مجد ومتفان في خدمة الوطن، فإنه يطيب لنا أن نشيد بهم في عيد الوطن، وأن نشد على أيديهم تقديراً واعتزازاً، لنقدم من خلالهم نموذج الخبرة والكفاءة البحرينية التي لم يتأخر عطائها يوماً منذ انطلاقة هذا الكيان المبارك. فلهم التهنئة والشكر لجعل نهضة البحرين قايتهم المنشودة، مكررين اعتزازنا بكل عطاء مخلص وأداء متميز يأخذ بالوطن الغالي نحو القد المشرق والمستقبل الأجمل بإذن الله. وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتفضل الآن سيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بتوزيع الأوسمة التقديرية على رواد العمل الوطني. سعادة السيد نبيل بن يعقوب الحمر مستشار صاحب الجلالة للإعلام وسام البحرين. سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة وسام البحرين. سعادة السيد عيسى بن عبد الرحمن الحمادي وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب وسام البحرين. His Majesty the King then presented orders of recognition to the following Bahraini pioneering personalities: Nabil Yaqub al-Hamar, Zayed bin Rashid al-Zayani, Isa bin Abdurrahman al-Hamadi, Hamad bin Ali al-Ka'bi, Sheikh Salman bin Ibrahim bin Hamad al-Khalifa, Abdullah Hassan al-Bu'aynin, Ibrahim bin Musallam al-Saud, Tariq bin Khalifa al-Muhazai, Salih bin Abdurrahman al-Mahmoud, Jihad Du'ij al-Ruwa'i, نادر خليل مؤيد، بهية جواد الجيشي، ميجر جنرال ناجي فهد الحشيل، ميجر جنرال محمد راشد أبو حمود، بريغادي عبد الله راشد مندي التميمي، كرنل عيسى فارس الكتامي، ليفتنان كرنل عيسى عيد الكبيسي، شيخ حمد بن محمد الخليفة، تشانسلر عبد العزيز الراشد بن علي، محمد إبراهيم الشروقي، أحمد علي الشريان، عبد الرحمن عبد الحسين جواهري، جاسم أحمد الجودة، محمود أحمد عبد الرحمن محمد، صباح خليل المؤيد، دكتور فيصل إبراهيم زياني، دكتور دافر أحمد العمران، علي يوسف فردان، رنا إبراهيم فقيهي، علي نعمة الله عبد الرحيم النعمة، دكتور خالد إسماعيل العلوي، لطيفة عيسى البنوذة، Chancellor Abdullah Majid Habib al-Sheikh, Huda Abdullah Fakhru, Muna Jasim al-Mutawa, Abdul Nabi Abdullah al-Sabah, Sami Abdullah Buhaza, Maryam Ahmed Jam'an, Fawziya Salah Shihab, Rashid Muhammad Noor al-Madani, Muhammad Abdurrahim Abdullah, Dr. Ali Ahmed al-Bakari, Nabil Taha Hussein al-Shihab, Wafa Ibrahim al-Imadi, فجر طلع مفيز، باسم محمد الثوادي، رايدر الشيخ محمد بن مبارك الخليفة، رايدر فهد هلال الخطري، رايدر سالم مبارك السبت، رايدر دانا علي البن غدير، رايدر محمد هلال الخطري، عيسى إبراهيم حمادة، وليد محمد عبد الله،
and Hussein Ali Jaber al-Dousri. Mahmoud Ahmed Abd al-Rahman then delivered a speech expressing appreciation for meeting the kingdom's leadership and expressed pride on behalf of the honorees for His Majesty the King's honoring. He praised the wise leadership and their efforts to provide the best interest for Bahrain and its people to overcome all challenges to build a brighter future. He expressed deep appreciation for His Majesty the King, wishing the wise leadership good health. Meanwhile, a reception was held on the occasion and was attended by the personal representative of His Majesty the King, His Highness Sheikh Abdullah bin Hamad Al Khalifa, and guests. العميد عبد الله راشد مندي التميمي مديرية الأشغال العسكرية وسام الكفاءة. العقيد الركن عيسى فارس القطامي كتيبة المشاة الآلية الملكية 21 وسام الكفاءة. المقدم ركن عيسى عيد الكبيسي مساعد قائد كتيبة الحرس الوطني الأولى وسام الكفاءة. الشيخ حمد بن محمد آل خليفة مدير عام التخطيط العمراني قام بتطوير المخطط الاستراتيجي لمملكة البحرين لاحتياجات المملكة حتى عام 2030 وسام الكفاءة. المستشار عبد العزيز راشد البن علي مستشار وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عمل بالمجلس التأسيسي ممثلاً عن مدينة عيسى وزاول مهنة المحاماة من 72 إلى 82 ميلادية وسام الكفاءة. السيد محمد إبراهيم الشروقي الرئيس التنفيذي لبنك إنفسكوب تقلد العديد من المناصب التنفيذية العليا لعدد من البنوك عمل على تطوير الأدوات المصرفية والإسلامية وسام الكفاءة. الدكتور أحمد علي الشريان الأمين العام للهيئة الوطنية للنفط والغاز حاصل على شهادة الدكتوراه في الفلسفة وفي علم الاجتماع عضو فعال في العديد من الجمعيات وسام الكفاءة. الدكتور عبد الرحمن عبد الحسين جواهري رئيس شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات حاصل على شهادة الدكتوراه في الهندسة عضو فعال في العديد من المؤسسات والجمعيات وسام الكفاءة. السيد جاسم أحمد الجودر شغل وظيفة الرئيس التنفيذي لشركة درة خليج البحرين سابقاً حاصل على شهادة الماجستير عضو مجلس إدارة العديد من الشركات العاملة في التطوير العقاري وسام الكفاءة. السيد محمود أحمد عبد الرحمن محمد الرئيس التنفيذي لشركة درة خليج البحرين حاصل على شهادة الماجستير وعضو جمعية المهندسين البحرينية وسام الكفاءة. السيدة صباح خليل المؤيد الرئيس التنفيذي لشركة إنتك ريسورس مانجمنت استشارية الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة في مجال إدماج احتياجات المرأة في القطاع الخاص الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة في بنك الإبداع عام 2014 الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان سابقاً وسام الكفاءة. الدكتور فيصل إبراهيم الزياني السفير بالديوان العام بوزارة الخارجية حاصل على شهادة الدكتوراه في الفلسفة وفي الأدب الاجتماعي والسياسي تولى العديد من المهام بديوان عام الوزارة وسام الكفاءة.
الدكتور ظافر أحمد العمران الوكيل المساعد لشؤون مجلس التعاون والدول العربية، حاصل على شهادة الدكتوراه في إدارة التنمية الاقتصادية، عضو فعال في العديد من الهيئات، وسام الكفاءة. السيد علي يوسف فردان خبير في مجال الصيرفة الإسلامية، أسس فرع بنك البحرين والكويت الوطني في عام 1990، عضو مجلس للإدارة، ويشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت بمملكة البحرين، وسام الكفاءة. الآنسة رنا إبراهيم فقيهي الوكيل المساعد لتنمية الإيرادات العامة بوزارة المالية، عملت على وضع الخطوط العامة للسياسات المالية الحكومية الخاصة بتنمية إيرادات الدولة، وسام الكفاءة. المهندس علي نعمة الله علي عبد الرحيم النعمة مدير إدارة توزيع الكهرباء، ساهم في تنفيذ العديد من المشاريع الرئيسية وبالدراسة والإشراف على إعداد التصاميم الكهربائية اللازمة لتزويدها في جميع محافظات المنطقة، وسام الكفاءة. الدكتور خالد إسماعيل العلوي الوكيل المساعد للخدمات والأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم، وسام الكفاءة. الأستاذة لطيفة عيسى البنوضة الوكيل المساعد للتعليم العام والفني بوزارة التربية والتعليم، وسام الكفاءة. المستشار عبد الله ماجد حبيب الشيخ مستشار ورئيس مكتب شؤون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، عضو اللجنة العليا الإشرافية لمتابعة تعهدات والتزامات المملكة في تقرير المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان، وسام الكفاءة. المهندسة هدى عبد الله فخرو الوكيل المساعد للطرق بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، من الرائدات الأوائل في مجال هندسة تخطيط وإنشاء الطرق، وعملت على تطوير الخطة الاستراتيجية لشبكة الطرق العامة في المملكة، وسام الكفاءة. المهندسة منى جاسم المطوع وكيل الوزارة المساعد لمشاريع البناء والصيانة، أشرفت على العديد من المشروعات للمباني الحكومية بالإضافة إلى طابع العمارة البحرينية في التصاميم المعمارية وتقنية المباني الخضراء للمنشآت، وسام الكفاءة. المهندس عبد النبي عبد الله الصباح مستشار الشؤون الهندسية بمكتب سعادة وزير البلديات، ساهم في التخطيط الهندسية والتخطيط المسبق للمشروعات والمقترحات البلدية، وسام الكفاءة. المهندس سامي عبد الله بوهزاع الوكيل المساعد للمشاريع الإسكانية، حاصل على شهادة الماجستير في الإدارة، تدرج في العديد من المناصب الإدارية، وسام الكفاءة. المهندسة مريم أحمد جمعان وكيل وزارة المواصلات والاتصال للنقل البري والبريد، حاصلة على شهادة الماجستير، وعملت كخبيرة في قطاع الهندسة الكهربائية، وشغلت كذلك مناصب مدير أول المشروعات في مجلس التنمية الاقتصادية، وسام الكفاءة. السيدة فوزية صالح شهاب مدير إدارة التأمين والمعلومات بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عضو في جمعية رعاية الطفولة والأمومة، ولها العديد من المشاركات في المجتمع المدني، وسام الكفاءة. السيد راشد محمد نور المدني مدير إدارة نظم المعلومات
بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أشرف على تأسيس البنية التحتية لنظم المعلومات بالوزارة وسام الكفاءة. السيد محمد عبد الرحيم عبد الله مدير إدارة الخدمات بوزارة الصحة شارك في العديد من ورش العمل التي من بينها ورشة عمل الكوارث الوهمية في كيفية التعامل مع الكوارث والإصابات البليغة وسام الكفاءة. الدكتور علي أحمد البقارة استشاري طب عائلة بمركز سترة الصحي رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنسيقية لأعمال بعثة الحج والعمرة في وزارة الصحة عمل على رفع مستوى الوعي الصحي للحجاج والتحصين الوقائي لهم وسام الكفاءة. السيد نبيل طه حسين آل شهاب مدير مركز التدريب والتطوير باللجنة الأولمبية البحرينية تقلد العديد من المناصب الفنية في مجال لعبة كرة اليد حصل على دراسات عليا في التربية البدنية وعلم النفس الرياضي له تاريخ رياضي عريق في مجال التدريب وسام الكفاءة. السيدة وفاء إبراهيم العمادي مدير إدارة المواد البشرية والمالية وهي إحدى رائدات العمل الشبابي ومثلت مملكة البحرين في برنامج Youth Leader Invitation Program 21 Century وسام الكفاءة. الآنسة فجر طلال مفيز كابتن طيار من أوائل مهندسات الطيران في مملكة البحرين مؤسس ومشرف مشروع بيتك بيتنا وسام الكفاءة. السيد بسام محمد الذوادي القائم بأعمال مدير إدارة الإدارة العامة للإذاعة والتلفزيون تدرج في العديد من المناصب وله خبرة تقارب 35 سنة في مجال الإعلام والإخراج وسام الكفاءة. الفارس الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الفريق الملكي للقدرة فئة الشباب لحصوله على المركز الأول ببطولة العالم لسباقات القدرة للشباب بجمهورية تشيلي وسام الكفاءة. الفارس فهد هلال الخاطري لحصوله على المركز الأول ببطولة العالم لسباقات القدرة للشباب الفئة الفردية بجمهورية تشيلي في شهر أكتوبر عام 2015 وسام الكفاءة. الفارس سالم مبارك سبت الفريق الملكي للقدرة فئة الشباب لحصوله على المركز الأول ببطولة العالم لسباقات القدرة للشباب بجمهورية تشيلي وسام الكفاءة. الفارسة دان علي البنغدير الفريق الملكي للقدرة فئة الشباب لحصولها على المركز الأول ببطولة العالم لسباقات القدرة للشباب بجمهورية تشيلي وسام الكفاءة. الفارس محمد هلال الخاطري الفريق الملكي للقدرة فئة الشباب لحصوله على المركز الأول ببطولة العالم لسباقات القدرة للشباب بجمهورية تشيلي وسام الكفاءة. الوكيل الأول عيسى إبراهيم حمادة الحرس الملكي وسام الكفاءة. الوكيل الأول وليد محمد عبد الله كتيبة المشاة الآلية الملكية رقم 6 وسام الكفاءة. وكيل أول حسين علي جبر الدوسري الحرس الوطني وسام الكفاءة.
شكراً لكم يا صاحب الجلالة. صاحب الجلالة، أيها الحضور الكريم، كلمة المكرمين يلقيها نيابة عنهم السيد محمود أحمد عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر، أصحاب السمو والمعالي، السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الساعة المباركة من هذا اليوم المجيد، يوم ذكرى العيد الوطني لمملكة البحرين وعيد جلوس جلالتكم على عرش هذا الوطن العزيز، يبدو الزمن سخياً وكريماً في نفوس نفر من أبناء مملكة البحرين الغالية، وهم يتشرفون بالوقوف أمام جلالتكم ويستعدون للحظة تمنحهم الاعتزاز الدائم مدى الحياة. هؤلاء المكرمون نيابة عنهم جميعاً وصالة عن نفسي يشرفوني أن أقول يا صاحب الجلالة الملك بأننا فخورون بأن أتاح لنا الزمن لحظة نقف فيها بين يدي جلالتكم، نصافح جلالتكم ويغمرنا الشعور بشرف تقديركم لنا. إنهم جميعاً يا مولاي يعتزون بتقدير جلالتكم لهم، وهم إذ ينظرون إلى مقامكم السامي ليؤكدون جميعهم أن هذه اللحظة جزاؤها الإخلاص والوفاء لجلالتكم ولقيادتكم. لقد امتلأت قلوبهم بحبكم كما امتلأت قلوب أبناء شعبكم الوفي، وأنتم القائد الفذ الذي يسهر على مصلحة هذا الوطن في كل ظروف. إنكم يا جلالة الملك القائد التاريخي الذي يصون مصالح مملكة البحرين والأمة العربية ويمنح هذا الوطن ما يمكنه من اجتياز التحديات إلى المستقبل الواعد الجميل. صاحب الجلالة، إننا يا سيدي إذ نقف اليوم أمام جلالتكم نمثل نموذجاً من شعبنا الطيب الذين تقدرونهم حق تقديرهم، وهم يمثلون الولاء والوفاء لقيادتكم ولمستقبل الأيام الأجمل التي ستحملونهم إليها عبر التاريخ العزيز. إنكم تعلمون يا صاحب الجلالة بأننا واثقون بالمستقبل الذي تقودوننا إليه بكل شجاعة وإباء، وأنكم علمتم العالم بأن الشعب الذي يتربى على يديكم وأنتم القائد المؤزر لهو شعب جدير أن ينال ثقتكم. شكراً يا صاحب الجلالة، إننا نسأل الله عز وجل أن يديم على جلالتكم الصحة والعافية، وحسبنا من جلالتكم أنكم تقودوننا إلى مدار العلا وإلى مواطن العزة والكرامة. أدام الله عزكم وحماكم ورعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
The representative of His Majesty the King for Charity Works and Youth Affairs, Chairman of the Supreme Council for Youth and Sports and President of the Bahrain Olympic Committee, His Highness Sheikh Nasser bin Hamad Al Khalifa, congratulated the wide leadership on the people of Bahrain on the occasion of His Majesty's accession to the throne and Bahrain's National Day. His Highness expressed pride in this occasion, which highlights Bahrain's achievements in various fields. He added that all Bahrainis are looking for this occasion, reflecting their patriotism to the country and to the leadership, and also an opportunity to highlight Bahrain's accomplishments. Thanks to His Majesty the King's visions and their Royal Highnesses the Prime Minister and the Crown Prince's continuous support to achieve the best for Bahrain on the international level and for the continuous march of the kingdom. He also said that Bahrain reflects on the many achievements that have provided a better life for the people under the wise leadership and under His Majesty the King's reform project, which contributed in Bahrain's Sustainable Development March and the Democratic March. His Highness stressed that Bahrain's National Day is a day of joy and cohesion, which contributes to protecting the gains of the country and building a brighter future. The Speaker of the Representative Council, Ahmed Al-Mulla, hailed His Majesty the King's speech on the occasion of Bahrain's celebrations of the National Day and His Majesty the King's accession to the throne day, affirming the unity of the Bahraini society against any foreign interference. The Speaker affirmed Bahrain's pioneering steps regarding development in various fields led by His Majesty the King. He also noted the role of the Representative Council in supporting Bahrain's leadership visions regarding setting rules and legislations, protecting freedoms, economic development and legislation that aim to maintain the kingdom's security and stability. He hailed the remarkable efforts of their Royal Highnesses the Prime Minister and the Crown Prince, Deputy Supreme Commander, First Deputy Premier in the development of Bahrain. The Speaker of the Representative Council expressed pride in all Bahraini cadres as they were honoured by His Majesty the King for their keenness to contribute in the development of the kingdom on various levels. He expressed appreciation for the bravery and patriotism of martyrdoms, noting that setting the commemoration day comes in recognition for martyrs' remarkable sacrifices while performing their national duty. The Kingdom of Bahrain, a beautiful archipelago of 33 islands, is in a festive mood today as it celebrates its National Day and the anniversary of His Majesty the King's accession to the throne. Buildings, commercial organizations, malls and public monuments are decked out in bright colors, including spectacular light displays and flags lining the highways. Although Bahrain is small in size, having a total area of about 750 square kilometers, it had an opulent and affluent history, as discoveries by archaeologists reveal that it had civilization since prehistorical times. As far as citizens of Bahrain are concerned, they have always been proud of the freedom they enjoyed in the country and are further happy because they are ruled by one of the most tolerant rulers of the world. Celebrating National Day and His Majesty's accession to the throne, several activities are lined up for the occasion across the kingdom, including fireworks, carnivals, aerial parades, poem recitations, heritage shows, traditional folk performances, family festivities, contests and competitions, as well as speeches lauding the countless achievements by Bahrain under its wise leadership. The activities are organized by various ministries, organizations, clubs, associations and expatriates associations as a token of love and dedication for the precious country. Bahrain International Circuit, the home of the motorsport in the Middle East, has also organized a five-day mega festival which aims to showcase the best of Bahrain. The festivities reflect the allegiance by citizens and the expatriate community to this beautiful country and a tribute to the landmark achievements attained by the wise leadership. The tributes reiterate their allegiance to the leadership that elevated a small island nation to attain a prominent status on the international scene. Bahrain's National Day is marked by its citizens all over the world and most particularly in Washington, D.C., where the embassy invites all citizens and friends to a celebration. Marty Johnson reports. The National Day celebration welcomes all of Bahrain's citizens and friends in Washington for an evening of music, food, dress, and other customs. Each guest is greeted personally by the ambassador and embassy staff. For Hala Al-Hashimi, studying in Washington, it's a rare moment to remember and enjoy her faraway culture. This year I was really, really excited to be able to make it because it's such an important day to kind of remember your culture and kind of dress up and just remember what it is to be Bahraini. So it's incredible. I think it's amazing.
Attending his first National Day in Washington, Second Secretary Talal al-Absi says it's an important event for both the embassy and its guests. The embassy of the Kingdom of Bahrain in D.C. feels like sharing this national celebration with our friends in D.C. And it's an opportunity for Bahrainis and D.C. And elsewhere in the states to come here and meet and get like a feeling of back home, having, you know, Bahraini food around. As part of the greeting, coffee offered to all as they enter the celebration hall. This year's National Day celebrates Bahrain's 44 years of independence with its friends in Washington's political, business, and military circles. The room was full of military service personnel, some from the U.S., others wearing uniforms from other countries. Also present, influential Arab leaders, like the League of Arab States Ambassador Salah Sarhan, and policy analyst group members like Pat Mancino. What a wonderful celebration and an event to pay tribute to His Majesty and to the people of Bahrain for their indefatigable efforts to work with the United States and to celebrate the close cooperation between our two great countries. For Yasser Al-Hassan, who studies in a remote state with few Middle Easterners around, this is a rare opportunity. Excited. I'm loving it over here. Seeing all the friendly faces and meeting my cousins and like everybody over here in D.C. I love it. But perhaps the most excitement was at this table across the room, where Archie and Bahraini-born Salwas Barnes enjoyed the feeling of home away from home with their two children, Hassa and Rashid. It's a wonderful opportunity to take part in the National Day and extend a warm welcome to my friends and family in Bahrain. But it's a very special occasion for us. It's an opportunity also brought the kids out of school and my wife so they can take part in it. I like the music. I like the big screen. I like it, and I'm really happy to be here because I can celebrate my culture. The Friends of Bahrain sharing this celebration are hoping for many more years of culture, traditions, and success ahead. Reporting for Bahrain TV, I'm Marty Johnson, Washington.